قال لك القديم جديد ليه جدا والباري لا تفرط فيه. يعني احنا الاغاني القديمه هي التراثيه ديالنا ديال المغرب. يعني تبارك الله المرحوم حسين السلاوي بحال هذه الاغنيه هذه ديال با سيدي با، يعني هذه راه من يعني من الستينات يعني، ودابا حنايا في يعني القرن 21 بغينا نجددوا ديك الاغاني القديمه. يعني الشريط الاخر اللي درت فيه اغاني يعني ديال هذا الوقت هذه، ولكن حاليا انا درت شريط ديال العيطه، يعني تكبت الخيل مولاي عبد الله، ركوب الخيل، يعني وزدت معهم هذه الاغنيه ديال المرحوم حسين السلاوي ديال با سيدي با. وكنتمنى ان تحيي الجيل الجديد. بصراحه تعاملت مع فين حنا جالسين مع استوديو زريقه، يعني استوديو في المستوى، والعازف الاول يعني بدون منازع الفنان دريس سريتي على العازف كمان، والفنانين الاخرين تبارك الله لهم اسم، كنشكرهم جزيل الشكر في هذا الالبوم اللي ساعدوني فيه كثير كثير كثير، وسيرتو هشام زريقه. الفنان الوحيد اللي مأثر به انا هو حاجب، يعني بدون احتراماتي لجميع الفنانه، ماشي انا حيت كنت مع حاجب، حاجب تيبقى تاريخ. واخد الحق ديالو في الدوله الاوروبيه فين عايش، لما داخل المغرب ما واخدش الحقوق ديالو. تنطالبوا تكون جمعيات ديالنا في اوروبا، يعني جمعيات ديالنا تكون في اوروبا ومعترفه بها الدوله المغربيه، لان كاينين فنانه بصح في اوروبا. الراي ديالي ان حاتم عمور ولا من غيره خاصو يرفع بالمستوى ديال الفنان المغربي، يعني الفنان المغربي خاصو يشكر ويهز به، يهز به ماشي يحطمو. يعني هنا في كيبان الاحترافيه ديال الفنان، يعني كنطلب جميع الفنانه المغاربه يهزوا بخوتهم. نعطيك كمثال، نمشيو لمصر نمشيو للخليج ديما كيقول لك فنان 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 فنان، حتى حنا كذلك المغاربه يعطيو قيمه للفنان الاخر. ما نقولكش انا فنان عالمي ولا فنان، هادي اللي يسولك قول ليه تبارك الله عليه فنان، باش تبقى حتى السمعه ديالك انت كفنان تبقى عند الناس كفنان. بصراحة انا ما موافقش، لان نفضل الابن ديالي حاليا هو كيلعب كرة القدم، وكرة القدم تيلعبها مزيان، نتمنى ليه مسيرة موفقة في هذا الميدان ديال كرة القدم. ما الفن ما نخليش يدخل الفن. ما صعيب، سؤال صعيب سي مراد. يكمل قرايته ويكمل كرة القدم ديالو، هي اللي هتنفعو. تنشكر شوف تي في على الالتفاته هذه اللي التفتت الفنان المغربي اللي خارج ارض الوطن، وكان نقول لها ان ما تكونش اول مره، تكون دائما تستضيف الفنان اللي مهاجر بلاد ديالو. جوات شعبيه من قلب استوديو زريقه تيحيي الجمهور ديالو داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. شكرا.